الشعور بالعجز شيخ عصام والتألم لهذا العجز هل عليه ثواب؟ نعم، الإنسان إذا شعر بالعجز فحزن لهذا العجز، نعم هذا مأجور عليه، لأنه يتمنى أن يعطيه الله القدرة، يتمنى أن يعطيه الله الطاقة على هذا الأمر. ولذلك القرآن بيّن الذين يأتون وليس معهم تفيض عينهم من الدمع، ليه؟ عايز يجاهد ومش قادر، لا معاه الراحلة ولا فابكي، لأنه مش قادر، صعب، ما معهوش المؤونة، ده له الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة أناس ما قطعتم واديا ولا شجرة إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. كل من نوى أن يجاهد في فلسطين ويحرر أرضها ويقف مع إخوانه في غزة وفي كل بقاع فلسطين، هذا له أجر عند الله عز وجل. ومن طلب الشهادة وبإخلاص وصدق ومات على فراشه كتب في الشهداء وإن مات على فراشه. ليه؟ النوايا، ديننا دين عظيم يعظم من نوايا الإنسان الحسنة، فمش قادرين يبقى ننوي نوايا حسن، مش قادرين بس بإخلاص بعزم، إن والله لو استطعنا لنضلنا وجاهدنا ولجدنا بالعزيز والرخيص والغالي والنفيس إنقاذا لديننا ونصرة لإخواننا ومقدساتنا وأعراضنا. فالألم المبني على أو الضيق أو الحسرة أو الحزن المبني على ضيق ذات اليد وعلى صدق النية إن ملك أمأجور بذلك، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم.